بغض النظر عن اي شيء، يمكن الواحد كان حاطط في دماغه بعض الاشياء لما بيتعرض عليك حاجه وبتطلب للزياره. يعني بشكر القائمين على الموضوع سواء كان دكتور حازم خميس او دكتور احمد اشرف او دكتور راني علواني. يعني انا كنت جاي متخيل حاجه مختلفه عن كده، لكن لما جيت انا فخور اني موجود في حاجه في مصر بالشكل ده. كيفيه التعامل والتنسيق والاستفاده ان شاء الله احنا هندرسها، لكن حاجه جميله جدا ان يبقى في مصر حاجه زي كده بصراحه. بنستغل ده لفريقنا، فريق النادي الاهلي، اكيد اكيد الاستفاده ان شاء الله باذن الله.